ما ما سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا تطوروا صحه فيها في شقيقول صحه فيها في شقيقول صحه. السلام عليكم ورحمه الله. ازول في اللون الحراك السلمي اللي ابهر العالم باسره بما فيها امريكا اللي تساند فيه عيناني رغم انف العصابه. الحراك هذا هو من صنع الجزائريين بمختلف شرائحهم اللي يحبسوا يلعبوها يقول لك راهو اجنده وراهو كذا وراهو من والو. الشعب كل اسبوع مرتين في الاسبوع يبرهن على انه هو الصانع الوحيد للحراك، والاغاني اللي تخرج والشعارات اللي تتردد كلها من صنع الشعب، واللي عنده علاقة بالشعب ومرتبط بالشعب يعرف انها تخرج من ملاعب وتخرج من انصار نوادي كرة القدم، لانهم هادو دائما يبدعوا. هذا هو الشعب، هذا هو اللي يعيطلو لو بوتي بوبل، سمعت الشعب الصغير، ويدير لهم في عينيهم عود كبير. سمعتو من ضمنهم كاين فئة الفنانين. شحال من فنان خرج قصائد سواء في الشعبي سواء بالراب سواء بالمودرن، خرجوا اغاني ويعني مشاو في طريق الاغنيه الملتزمه وعطاوها نفس جديد للاغنيه الملتزمه. ومن وكاين حتى فنانين وخاصه فنانه اللي تخرج للحراك كل جمعة، تخرج الظهر تشارك وفي صفحتها على الفيسبوك تآزر وتساند وتتضامن مع كل مظلوم من المقموعين من طرف العصابة، وتصيبها دائما في مقدمة المسيرات إنها زكية محمد اللي موقفها هذا يكلفها الكثير وتدفع عليه الكثير. أول حاجة مقاطعتها من طرف كل القنوات التلفزيونية سواء القنوات العمومية أو قنوات بودور قنوات العار. ولما أنت فنان يصير مقاطع من طرف هذه القنوات يعني خبزته تقطعت، يعني حتى كان الرزق على ربي، ولكن يلعبوا له بالقسم ديالو بقسمه. هذا واش الله يسرى على هذه. انا حاب نتحي نوجه تحيه من الاعماق لهذه الفنانه الاصيله اللي تقول كلمتها في وجه سلطان جائر حتى وان هذا السلطان يحب يجوحها. كذلك بالمناسبة نذكر أنه المطرب القبائلي لونيس إيت منجلات خرج مؤخرا أغنية اسمها تاكمامت، يعني على الكمامة لابافيت هذيك الماسك هذاك اللي نديروه. والأغنية تاكمامت لما تسمع في الأول يبان لك بلي راه يتكلم على الكمامة اللي نديروها ضد الفيروس، ويتكلم عن فيروس تاع كورونا، يتكلم على كورونا، ولكن لما يمشي شوية للقدام في الأغنية يكشف على أي كمامة يتكلم، ويقول للكوفيد 19 في كورونا يقول له راك جبتنا كمامة كممت العالم كامل. بصح حنا الجزائريين مكمين من بكري، مكمين من بكري، أغنية من أروع ما يكون. ونذكر باللي لونيس إيت منجلات تعرض للحبس وتخلى الحبس في سنة 83 84 هكذاك، لا بعد 85 هكذاك 85. المهم دخلوا الحبس الحراش جوج ست شهور. وعلاش؟ هي التهمة الأصلية الرئيسية اللي داروها له اللي لفقوها له هو أنه حيازة الأسلحة،
أسلحة حرب حتى بعرب دوغير. ومعروف الناس كامل يعرفوا في المنطقة في منطقة القبائل أنه من الناس اللي يجمعوا الأسلحة سنة كوليكسيونور يعني كوليكسيون، والكوليكسيونور ينحي ذاك طارق تاع السلاح ينحيه يعني سلاح ما يقدرش يستعمله. زود مولو للدار داولو لا كوليكسيون تاعو وداوها الحبس جو 6 شهور يعني حياز الأسلحة دارها غير 6 شهور، ولكن هي كانت في الحقيقة عقاب على أغنية أتست مازال الحال اللي كان خرجها في هذيك الفترة وخرج بسماء ريت مقلاد ذاك الوقت ولا يغني الأغنية السياسية ملي كان يعني يغني الأغنية الغرامية ولا يغني الأغنية السياسية، وهذا اللي النظام ذاك الوقت محملهاش محملش أنه ريت مقلاد يمشي حتى هو يغني الأغنية السياسية الأغنية الملتزمة. ها هو يعود بأغنية أخرى تقدروا تسمعوها في اليوتيوب، ما هوش مسموح لي باش ما خاص نعرف في يوتيوب ما هوش مسموح لي باش ندوز جزء من الأغنية عندي. إذا تحية كذلك إلى المطرب ايت مقلات وإلى كل فنانين وكل المطربين اللي يساهموا بقدر ما قدروا بالشيء اللي قدروا عليه في هذا الحراك السلمي اللي بإذن الله يكون هو قبر العصابة. الله يقدر الخير بلادنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا من سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك طوروا صحافيها ليشان عبر صحافيها ليشان عبر صحافيها.